بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات الزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة قد استكملنا في سلسلة حلقات التطليق التي وعدنا بها، وتناولنا فيها حالة التطليق للزواج بأخرى، وأوضحنا شروط الدعوة وشروط استعمال حق الزوجة فيها ومدة سقوط الحق فيها وصحيفة الدعوة إلى أن توصلنا إلى الحكم فيها. واليوم إن شاء الله نكمل سلسلة حلقات التطليق للحديث عن حالة التطليق لغيبة الزوج أو حبسه. والحالة دي وردت في نص المواد 12 و13 و14، حيث أنه في المادة 12 اتكلمت عن غياب الزوج لسنة فأكثر بدون عذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز للزوجة التي تضررت من غياب زوجها لمدة عام فأكثر بدون عذر مقبول أن ترفع دعواها بطلب التطليق لهذا السبب، حتى ولو كان للزوج مصدر دخل تنفق منه. يبقى العصب الأساسي للحالة دي غياب الزوج سنة فأكثر بتتضرر منه الزوجة، حتى ولو كان له مصدر دخل تنفق منه، سايب لها فلوس تصرف منها أو تنفق منها، برضه هي متضررة من الغياب، والضرر ده ضرر نفسي وضرر أدبي مش ضرر مادي، ضرر متعلق بحياتها الشخصية. يبقى هنا في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي، التطليق لغياب الزوج عن زوجته فيها شروط. غياب الزوج بدون عذر مقبول لدى الزوجة، ما تعرفش عنه حاجة، فجأة كده زي ما بيقول المثل فص ملح ودبه، ما تعرفش عنه حاجة، وبقاله سنة فأكثر، ده الشرط تاني ان يكون غايب بقاله سنة فأكثر. الشرط الثالث ان تكون هي متضررة من الغياب ده حتى ولو كان له مصدر دخل ينفق منه. ليه؟ لان غيابه اللي بتتضرر منه ده ملوش علاقة بموضوع الانفاق، هو غياب له علاقة بالأمور النفسية والشخصية بصفتها زوجة. وطالما توفرت هذه الشروط في هذه الحالة بيحق لها رفع هذه الدعوة. طب ايه اللي هيتم فيها؟ المادة 13 قالت ان القاضي في حالة اعلان الزوج ووصول الرسائل اليه بيحدد له اجل ويعذره، حاجه من الاثنين، يا يجي يعيش مع مراته في بيتها في منزل الزوجيه، يا اما ياخدها تعيش معاه ويبقى منزل الزوجيه انتقل الى المكان اللي هو مقيم فيه، وذلك على ان يتم في خلال الاجل اللي القاضي اعذره فيه. ويعيشوا مع بعض كزوجين سواء في منزل الزوجية لو جه، او لو سافرت وراحت معاه المكان الجديد اللي هو قاعد فيه. طب نفرض ان عدى الاجل اللي القاضي اعذره فيه ومنحه فيه لتنفيذ اما يرجع لمراته في منزل الزوجية واما ياخدها معاه في المكان اللي ممكن فيه، افرض ان ما عملش الكلام ده خالص وما نفذش حاجة وانقضى الاجل اللي حددته المحكمة وخلاص وانتهت على كده، يبقى كده ما عندوش اي عذر، المحكمة ادته الفرصة وما عندوش اي عذر مقبول انه يعتذر بيه، يبقى في الحالة دي القاضي بيطلقها عليه طلقة بائنة. طيب نفرض دي في الحالة اللي احنا عرفنا مكانه وبعتناله اعذار وتحدد له معاد يجي ياخدها يعيش معاها وما جاش، دي الحالة دي. طب نفرض ان هو غايب فص ملح ودب زي ما قلنا وما نعرفش عنه حاجة وما فيش اي خبر بيوصل له ولا اي خبر بيوصلها من ناحيته، يعني ما فيش اي مراسلة او اي شيء بيننا وبينه بعد ما عدت سنة فأكثر، يطلقها القاضي. وتكون في الحالة دي صحيفة الدعوة في حالة الطلاق او التطليق
غيابي لغياب التطليق لغياب الزوج، طب في حالة التطليق لغياب الزوج مع العلم بوجوده وإرساله وإعذاره بموعد محدد للرجوع إليها في منزل الزوجية ياخدها تعيش معاه، أو في الحالة التانية لو ما تعرفش عنه حاجة وانقطعت الرسائل والاتصالات بينه وبين بعض يبقى بيطلقها القاضي في كلتا الحالتين. صحيفة الدعوة واحدة في الحالتين، الاختلاف بس في ايه؟ في شرح الظروف والاسباب اللي بتستند اليها الزوجة في دعواها وفي طلباتها الختامية. هم عما اذا كان الزوج غايب وعارفة مكانه زي ما شرحنا في الحالة الاولى وعذرته وانظرته والكلام ده كله وما سألش فيها، او في الحالة التانية اللي ما تعرفش عنه اي حاجة وانقطعت رسائله عنها وانقطعت عنه واصبح ما فيش اي تواصل بينه وبينها لسنة فأقصر. يبقى مدة ايه؟ سنة فأقصر. لازم تعدي مدة السنة الاول، مش مدة صوت هنا، ده مدة كاملة مش مدة صوت، لازم تعدي مدة السنة الاول. في الحالة دي تكون قد استوفينا الحديث عن الزوج الغايب والتطليق في حالة الزوج الغايب. ننتقل إلى المرحلة الثانية في نفس الحلقة وهي التطليق لحبس الزوج. فإذا كان الزوج قد صدر حكم بحبسه حكم نهائي بات والزوج بينفذه لمدة أكثر من 3 سنوات وقد أمضى فعلا من تنفيذ العقوبة سنة كاملة، من حق الزوجة بعد انقضاء السنة الكاملة دي اللي هي مدة الغياب اللي كنا بنقول عليها في الغياب، من حقها في قضاء السنة الكاملة في السجن وهو واخد عقوبة اكتر من كده لسه هيقضي بقيتها، العقوبة 5 سنين أو 10 سنين حسب الاحوال، المهم القانون اشترط ان يكون صدر عليه حكم بعقوبة الحبس او السجن مدة تزيد عن السنة 3 سنوات فأقصر، يعني ما تقلش عن 3 سنين، 3 سنوات فأقصر، ويكون فعلا بينفذ العقوبة ونفذ سنة من العقوبة، فتبتدي بعد السنة الزوجة بتتضرر من حبسه وبترفع دعوة تطليق عليه، وفي الحالة دي بتتخذ إجراءاتها عليه بوليه وهو مأمور السجن. نوضح الجزئية دي لأن هو طالما في السجن أصبح فاقد الأهلية، ويبقى بالتالي ولي أمره أو المسؤول عنه مأمور السجن، بتوجه الدعوة ويخاطب مع مأمور السجن اللي هو مقيم اللي هو نزيل فيه، سواء برج العرب سواء سجن الحضرة سواء أي سجن على مستوى الجمهورية، بيخاطب مع مأمور السجن اللي هو قاعد فيه. طالما قاعد سنة كاملة منفذ، بعد من قضاء السنة بيوم من حقها ترفع الدعوة بالتطليق لحبس الزوج، طالما إن في عقوبة بالحبس او السجن مدة 3 سنوات فأقصر وحكم بات لا رجعة فيه، يعني مفيش فايدة فمفيش طعون عليه تاني ولا ممكن يتغير تاني لا بالغاء ولا براءة ولا اي حاجة، حكم نهائي مفيهوش جدال تاني، بات مش حكم، لا ده حكم بات، يعني كل سبل الطعن فيه نقضه كله انتهت واصبح الحكم بينفذ كاملا. فإذا قضى السنة زي ما قلنا تبتدي من انتهاء السنة ترفع الزوجة دعوة تطليق لحبس الزوج، بتتضرر من حبس الزوج. ليه السنة القانون اشترطها في الغائب واشترطها في المحبوس؟ هي لها حكمة كدراسة نفسية ان الزوجة ما تقدرش تتحمل غياب زوجها اكثر من سنة سواء في الحالة دي أو الحالة دي، يبقى لابد أنها تكون عايشة معاه سواء في بينزل زوجية أو تنتقل إليه بعد مدة السنة، لأن الزوجة نفسيا واجتماعيا وعصبيا ما تقدرش تستحمل غياب الزوج أكثر من سنة في العلاقة الزوجية اللي ما بينه. وفق النظريات العلمية ووفق النظريات التي وضعها الطب النفسي في هذه الحالة حفاظا عليها، طالما الغياب او الحبس مانع يعود الى الزوج تتضرر منه الزوجة، مانع يعود الى الزوج تتضرر منه الزوج سواء الزوج غايب او محبوس، الزوجة ده مانع بيفصل عنها زوجها وبتتضرر منه وتخشى على نفسها من الفتنة في غياب زوجها لمدة تزيد عن سنة، سواء في غيابه
بمعرفته أو في حبسه. وفي الحالة دي بتكون شروط دعوى الحبس عبارة عن الآتي. شروط دعوى تطليق لحبس الزوج عبارة عن الآتي: حبس الزوج بعقوبة نهائية بحكم بات 3 سنوات فأكثر، حكم بات 3 سنوات فأكثر. الشرط الثاني أن يكون الحكم نهائي غير قابل للطعن أو الإلغاء بأي صورة من الصور. الشرط الثالث أن يكون الزوج قد أمضى سنة كاملة من تنفيذ العقوبة، بعدها تلجأ الزوجة للقضاء وبترفع دعوى التطليق لحبس الزوج. يكون نفذ سنة كاملة من العقوبة المقضى عليه بيها، اللي هي 3 سنين فأكثر، لا تقل عن 3 سنين. طب شكل صحيفة الدعوة ايه؟ زيها زي صحيفة الدعوة التطليق للغيبة، او زي اي حالة من حالات التطليق اللي ذكرناها او هنذكرها في حلقات قادمة ان شاء الله. الخصوم المدعية اللي هي الزوجة، المدعى عليه الزوج، وطبعا اذا كان محبوس بيخطر مع مأمور السجن وبتذكر كده في الصحيفة: فلان الفلاني نزيل بسجن كذا كذا كذا، ويعلن مع السيد مأمور السجن. ده الصحيفة بتكتب كده: وأعلنت بالآتي الموضوع: الطالبة زوج المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المورخ كذا كذا كذا، وقد عاشرها معاشرة الأزواج وظلت على عصمته وطاعته، وبتاريخ كذا كذا، تاريخ بقى اللي صدر به، صدر الحكم ضده في القضية رقم كذا، جنايات كذا. وبنقول جنايات كذا ليه؟ لأن هي حالات الجنايات، لأن أقصى عقوبة في الجنح 3 سنين، يبقى هيبقى اللي بعد 3 سنين في قسم الجنايات. يبقى نقول صدر الحكم في الجناية رقم كذا بتاريخ كذا ضده، وقد أصبح بتاريخ كذا الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه، وحيث أن المعلن إليه قد بدأ في تنفيذ الحكم منذ تاريخ كذا واستمر في التنفيذ إلى اليوم حتى قضى مدة تزيد على السنة، بتحددها بالتواريخ لأنها بتجيب شهادة بيها بالتنفيذ، حتى قضى مدة كذا في السجن اللي هي سنة فأقصر، يعني من بعد السنة تبتدي تتحرك في دعواها. وتقول بقى ان هو كان اذا كان بقى اذا شرح يعني حاجة بسيطة عن الموضوع، اذا كانت التهمة اتجار في مخدرات، التهمة قتل، التهمة اي شيء من هذا القبيل، تقول في صحيفة الدعوة مع رقم القضية اللي محبوس فيها مع تاريخ الحكم اللي صدر وتاريخ صيرورة الحكم باتا ونهائيا وتاريخ التنفيذ وانتهاء مدة التنفيذ اللي اشترطها القانون من العقوبة المحكوم عليه بيها، بدأت من كذا وتنتهي بكذا. ده بنكتبه في صحيفة الدعوة، عشان كده الدعوة بتتحط قدام القاضي جاهزة. رفقة حافظة مستندات فيها شهادة من التنفيذ بتفيد انه بدأ التنفيذ بتاريخ كذا وينفذ الى الان، عدت فيها مدة السنة وانا بحسبها، وصورة رسمية من الحكم البات اللي صدر ضده بالعقوبة اللي صدرت ضده بثلاث سنين او اكثر، وكده يبقى انت كملت المستندات، وترفق فيها وثيقة الزواج، ويرفق فيها اي شيء يثبت الواقع. وبتقول في نهاية الموضوع كده: والطالبة تتضرر لذلك وتخشى على نفسها من حبسه وفقا لنص القانون، يحق لها إقامة هذه الدعوة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبناء عليه تكليف: أنا المحضر سلف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت السيد فلان الفلاني، ويحدد زي ما قلنا التفاصيل في الدباجة الأول اللي بيعلنوا مع نزيل بسجن كذا 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 ويعلنوا معاه، وقد أعلنته بضرورة الحضور أمام محكمة كذا 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 في الدايرة كذا أسرة بتاريخ كذا كذا ليسمع الحكم بتطليق اللي احنا بقى المنطول اللي احنا لسه قايلينه عشان ما نكررش، بتطليق زوجاته عليه طلقة بائنة مع إلزامه بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة. ده منطوق الطلبات الختامية اللي يصدر عليها زي ما قلنا حكم المحكمة، وبكده تكون اكتملت الدعوة ليصدر الحكم وبتطلقها عليه، ثم تستخرج الحكم وتعلنه برضو مع ولي أمره في السجن عشان يبقى صار الحكم تنفيذي ونهائي. أعزائي، إن شاء الله في الحلقات القادمة سنكمل حالات التطليق الأخرى، وأتمنى أن أكون قد وفقت في شرح وتبسيط الدعوة، وأنتظر تعليقاتكم وردودكم على قناتنا على يوتيوب أنت محامي، المحاماة في ثوبان أسود. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.